مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح احكي لكم قصة جديدة، مع القصة أكلة جديدة. الأكلة هي عيش البلبل. الطريقة رح تكون موجودة بصندوق الوصف. بس قبل ما أبلش بالقصة، لا تنسوا تعملوا لايك والاشتراك بالقناة والمشاركة للفيديو. رح احكي قصة سامي عبارة عن الغدر. كان في قرية صغيرة، وبهالقرية كان في تاجر اسمه سامي. هذا الشخص معروف بسكان قريته انه شخص صادق وكريم مع الكل، وهو كان يثق بجميع سكان قريته. ومن بين هدول السكان كان في جار له اسمه سعيد. هذا الشخص كان مع سامي صديق جدا مخلص. في يوم من الايام اجى سعيد عن سامي مشان يطلب منه قرض كبير مصاري مشان يفتح متجر جديد. وكان سعيد دائما يروي قصص عن احلامه وطموحاته مشان يخلي سامي يثق فيه. وسامي تماما وثق بسعيد، وسامي وافق على منح القرض لسعيد من دون اي تردد. وسامي كان متأكد انه رح يرجع له المصاري بالوقت المحدد. ولكن ثانية، قبل ما نكمل القصة لا تنسوا تعملوا اللايك والاشتراك بالقناة. وهلا خلونا نكمل القصة. ولكن بعد فترة قصيرة بدأ سامي يلاحظ تغيرات غريبة عن تصرفات سعيد. بلش سعيد يتجنب مقابلة سامي. كان سعيد يدفع لسامي كل فترة مصاري من المبلغ، ولكن عدت فترة كتير طويلة وسعيد ما دفع لسامي. وسامي حاول يستفسر انه ليش ما بيدفع له. واكتشف سامي انه سعيد استخدم المال منشان يشتري ممتلكات خارج القرية. وسعيد اختفى من القرية من دون اي ترك اثر. وهون سامي دخل بصدمة كتير كبيرة، شعر بالخيانة والالم الشديد، لانه كانت ثقة كتير عميقة فتحطمت هالثقة. وعاش فترة من الاحباط، ولكن رغم كل شي تعلم درس كتير قاسي. وبدأ سامي بإعادة نفسه من جديد، ما بيعطي الثقة إلا شخص يفحصه 100%. وهون خلصت قصة سامي. إن شاء الله تعجبكم القصة. اكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبتكم أو لا، وإذا حابين قصة معينة اكتبوا لي بالتعليقات شو هي، واكتبوا لي بالتعليقات أنتوا أي أفضل نوع بتحبوه من القصص. وهلا راح أعطيكم رأيي عن أكلة عيش البلبل. صراحة الأكلة كتير طعمتها طيبة وكتير زاكية، بنصحكم تجربوا هي الطريقة. الطريقة مكتوبة كلها بصندوق الوصف. انتو بتحبوا هالأكلة ولا لا؟ انا عن نفسي كتير بحبها. واكتبولي بالتعليقات شو حابين اعمل طريقة اكل جديدة. وهون وصلنا لاخر الفيديو. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا تعملوا اللايك والاشتراك بالقناة.